مساء الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده معانا من طعم ولون. النهارده هنعمل اكله ممكن تعتبر نباتيه شويه. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. النهارده انا هعمل لكم الرز بجوز الهند وبصوص زبده الفول السوداني اللي بالجنزبيل. تعالوا نشوف مقاديرنا. الاول اول حاجه انا عندي كوبايه رز الياسمين، انا نقعها او نقعتها تقريبا ساعه الاول في ميه. عندي علبه لبن جوز الهند غير محلى، فص ثوم مفروم، ميه، وطبعا الميه مغليه طبعا، وملح. للسلطه اللي هحطها فوق الرز، الرز ده تعتبر طبق سلطه، يعني يعتبر شويه مقبلات. السلطه عباره عن 2 فلفل اخضر، كرنب احمر مفروم، نص كوبايه جزر مفروم، واحده بصل احمر برده مفروم صغير، كل حاجه بقى مفرومه، كوبايه كزبره خضراء مفرومه، بصل اخضر، وشويه كاجو. والصوص اللي هنحطه على السلطه دي عندنا 1/3 كوبايه زبده فول سوداني، معلقتين عسل ابيض، 3 معالق جنزبيل طازه، معلقتين خل رز، معلقتين زيت سمسم، وشويه ميه لو احتاجنا. والتزيين الطبق ده عندنا ليمون قضايا وشويه كاجو احنا محمصينه. طيب الطبق ده زي ما قلت لكم يعتبر نباتي، ف وكمان ما فيهوش يعني حاجات تتخن قوي، فيعتبر برده شويه دايت. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه طبعا في الطبق ده انا محتاجه اعمل الرز، بس عشان نديله شويه طعم اكتر من غير ما نبقى متقلينه هنستعمل معاه لبن جوز الهند. فتعالوا نشوف هنعمل ايه. هحط اول حاجه، هحط طبعا كل حاجه مع بعض في نفس الوقت، الرز، مش هحط الاول ولا زيت ولا زبده ولا اي حاجه خالص، هحط الرز وهحط لبن جوز الهند. الثوم المفروم، طبعا شويه ملح، مش هحط الفلفل دلوقتي، او لو عندكم فلفل ابيض برضو عشان انا مش عايزه اغير لون الرز. واخر حاجه احطها طبعا الميه المغليه، يدوبك بس هنغطي الرز، واول ما هيغلي هوطي عليه خالص وهغطيه. على ما الرز بتاعنا يغلي وغطيه، تعالوا نعمل مع بعض الصوص اللي هنحطه فوق السلطة دي. هنحط العسل بتاعنا، دي معلقة، هنحط معلقتين العسل، وهحط زبدة فول السوداني معاه، وعايزة الاتنين يسيحوا شوية مع بعض، ولما يسيحوا هحط بقية المقادير بتاعت الصوص. طبعا ريحة زبدة فول السوداني طلعت على طول. الطبق ده الحلو اللي فيه ان الدريسنج طعمه بيبقى حلو قوي قوي مع كم الخضار اللي بنحطه على الرز. بنقدر ان احنا ناكل ممكن ولادنا خضار من غير ما يتضايقوا من طعمه، كميات كبيره وخضار مختلف، يعني انواع كتير في نفس الوقت عليهم الصوص ده. هم اصلا بيبقوا بيحبوا طبعا، يعني معظم الولاد بيحبوا طعم زبده الفول السوداني، فاعتقد ان السلطه دي هتعجبهم. هحط دلوقتي الجنزبيل المفروم، وزيت السمسم، والخل، وشوية مية صغيرين، عايزة اتقل بيهم الصوص بس. واول ما الصوص ده هيتقل شويه هشيله من على النار. تعالوا بس نبدل، انا عايزه ابدل، احط ده بقى على النار واطيه
نحط الرز هو اللي على النار وقتي، نغطيه واحط هنا الصوص بتاعنا، عايزاه يغلي شويه ويتقل. على ما الصوص بتاعنا يتقل ويغلي والرز يستوي، تعالوا نحط الخليط بتاع الخضار اللي هنزوده على الرز على بعض. هحط بقى كل الخضار بتاعي. زي ما قلت لكم، الحلو في الطبق ده ان احنا ممكن ناكل الولاد انواع خضار كتير مختلفه من غير ما يتضايقوا من طعم الخضار، وفريش كمان يعني مش مطبوخ، فبيبقى افيد بكتير. كل الخضار بتاعي، بصل المفروم، بصل الاخضر، الفلفل الاخضر، والجزر. طبعا هزود الكاجو، بس خلينا نقلب الخضار ده الاول على بعضه عشان هزود عليه الصوص اول ما يتقل شويه، فيبقى جاهز كده الرز اول ما يستوي نزود عليهم الرز. انا بقلب الصوص على طول طول ما انا واقفه قدامه، عشان انا مش عايزاه يتحروق، عايزاه يتقل ويتكرمل من غير ما يتحروق. انا بس عايزه ازود له دلوقتي الملح والفلفل، وهحط الكاجو اللي هحط منه شويه طبعا على الوش وشويه جوه الصوص. كده الصوص جاهز ان انا ازوده على السلطه، بس عايزاه يبرد شويه. طيب على ما الصوص بتاعي يبرد والرز يستوي، تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعمل طبق برضو لذيذ قوي وبرضو فيجن. خليكم معايا. ورجعنا لكم من الفاصل. خلاص الرز بتاعي قدامه تقريبا 5 دقايق ونشيله من على النار. تعالوا نعمل مع بعض عدس لذيذ جدا، هيبقى طعمه حلو قوي مع الرز بتاعنا. هعمل لكم النهارده عدس على الطريقه الكوريه، هو شبه يعني اكلنا شويه، عشان كده قلت ممكن يعجبكم. تعالوا نشوف مقاديرنا ايه الاول. عندي اول حاجه طبعا عدس بني، انا سلقاه نص كيلو تقريبا. عندي للصوص بتاعه زيت سمسم، 4 فصوص ثوم مفرومين، 2 معلقة كبيرة جنزبيل مفروم، ربع كوباية سكر بني، ربع كوباية صويا صوص، شطة قرون جافة، فلفل اسود، وطبعا عندنا رز للتقديم او الرز اللي احنا عاملينه مع بعض ومستنينه يستوي دلوقتي. طيب بما ان العدس انا اوريدي كنت سلقاه، فتعالوا نعمل الصوص مع بعضنا. الصوص هنحطه كله على النار، هيتقل برده شويه صغيرين، وبعد كده هنقدمه. هحط كل حاجه مع بعضها على طول. عايزه كله يسيح وياخد من طعم بعضه، وياخد من طعم طبعا الجنزبيل والثوم المفروم. عايزه احط طبعا شويه ملح وفلفل. نسيب تقريبه كده مع بعض يغلوا غلوه، وبرضو عايزه اضرب الشطه القرون شويه قبل ما اضيفهم على الصوص. طبعا الخطوه دي اوبشنال، اللي مش ما يحبش الطبق يبقى سبايسي ممكن ما يضيفش الشطه القرون اللي في الاخر. الصوص يغلي غلوتين زي ما قلت لكم كده. انا عايزه الصوص يكرمل ويتقل قبل ما اشيله من على النار، ننضف شويه على ما يجهز. انا الصوص بتاعي بقاله تقريبا 5 دقايق على النار، فكده خلاص تقل، هنشيله بقى، عايزاه يبرد شويه، وهزوده على العدس. ده
تعالوا نجيب طبق التقديم الاول بتاعه. هحط العدس على طول فيه. هنزل الدريسنج بتاعي عليه. نديله تقليبه كده. هحط ليمون وهحط على الوش كمان قرون الشطه، شويه من قرون الشطه اللي احنا حطيناها. طبعا دي مش هتعمل اي نوع من انواع السبايسي، هو بس مجرد شكل مش اكتر كده. الطبق العدس بتاعنا يكون جاهز. تعالوا بقى كمان الرز جاهز، تعالوا نطلعه مع بعض. الرز بتاعنا استوى خلاص. زي ما انتوا شايفين الرزة نفسها، طبعا حجمها الرزاية حجمها كبرت، من في لبن وفي مية في الصوص بتاعها فشربت منه حلو قوي، وريحة الجوز الهند فيها حلو قوي، ريحة الجوز الهند طالعة باينة. انا هنزل الخضار بتاعي كله جوه الحلة عشان انا عايزاه ياخد من السخونية بتاعت الحلة شوية فيدي طعم حلو في الرز. هنزل الخضار بتاعي كله، عايز اقلب ده كله بقى على بعضه كويس. وبعدين طبعا هزود الصوص زبدة الفول السوداني اللي بالجنزبيل. هو اصلا ريحة الانواع الخضار المختلفة مع الرز مع جوز الهند مش محتاجة اي حاجة. عايز اقول لكم نزود شوية من الصوص وبقيته ممكن نسيبه على جنب اللي يحب يزود. حط معلقتين كده كبار. نديهم تقليبة حلوة وبعدين هنسربسه ونحط على وشه بقية الكاجو المحمص. تمام، شايفه مع بعض. برضو اللي يحب الطبق ده يبقى فيه نوع من انواع البروتين الحيواني، ممكن برضو نزود عليه فراخ مشويه او قطع فراخ بانيه على وشه، ولذيذ جدا معاها. وعايز احط على وشه شويه من الصوص برضو. ممكن بقيه الصوص بقى اصلا كله. وبعدين اخر حاجة هزودها على وشه كمان الكاجو المحمص. وبكده الرز بتاعنا كمان يكون جاهز. عملت لكم النهاردة الرز بصوص زبدة الفول السوداني اللي بالجنزبيل، والعدس الكوري اللي بال طبعا سبايسز وحاجات شبه حاجتنا شوية. طبعا عايزاكم تجربوا الاتنين وتقولوا رأيكم فيهم ايه، واشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة من طعم ولون.